مرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الطبيب. زي ما انتم عارفين كل فصل في السنة وليه مشاكله، وفصل الشتاء تحديدا بتنتشر فيه شكاوى كتير بسبب التهابات الجلد، التشقق، الجفاف الشديد اللي بيحصل في فصل الشتاء سواء للكبار أو للأطفال، وده بسبب طبيعة فصل الشتاء البارد. وبما أننا على مشارف فصل الشتاء هتزيد الشكاوى دي وخصوصا عند الأطفال في المدارس. طيب نعمل إيه لو إحنا بنواجه واحد من المشاكل دي؟ إزاي نحمي جلدنا من الجفاف والتشقق المستمر في الشتاء وأطفالنا الصغيرين حديثي الولادة كمان؟ هنعرف كل ده مع دكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحات التجميل والحروق والوجه والفكين بطب عين شمس. مرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. عايزة حضرتك تقولي ليه فصل الشتاء تحديدا بيحصل فيه مشاكل في الجلد؟ حضرتك هو طبعا جلد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه بطبيعة يتحمل الأجواء المختلفة، لكن مع تغير الفصول وطبعا مع تغير المناخ في العالم كله بدأ يحصل نوع من أنواع الاضطرابات الجوية في داخل الإقليم الواحد. يعني مثلا نيجي نشوف في مصر هنا بنلاقي ان الجو في الحر بدا يبقى شديد شويه، الجو في البروده بدا يبقى شديد شويه، وبالتالي دوت ممكن ياثر على الجلد لو احنا ما اهتمناش، وخصوصا للاطفال وكمان للسيدات اللي هم كمان حوالين، ده كمان طبعا بيفرق جدا في الجلد بتاعهم. وبالتالي بيبدا يحصل تغيرات في الجلد زي ما حضرتك قلت كده، التشققات اللي في الجلد بتبدا تظهر، بيبدا يحصل نوع من انواع تكون القشر في الشعر، وطبعا الشعر مع الجلد من الاماكن او المناطق اللي احنا بنهتم جدا بيها في طب جراحات التجميل، لان دي طبعا جزء من جلد الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا عشان نهتم بيه. فطبعا قشره الشعر لما بتتكون مع التشققات اللي بيحصل في الجلد ممكن تسيب بعض التشوهات اللي بتحصل في الجلد، خصوصا لما بتكون نوع من انواع الاكزيما او الحساسيه الموسميه، بنسميها الاكزيما او الحساسيه الموسميه. دي ساعات بتعمل طبعا تشوهات في الجلد، غمقان في الجلد، بيبدأ الإنسان لو كان طفل بالذات بيبدأ يعاني من الحرش المستمر في المناطق ديت، ممكن يعورها وتبدأ تحصل تشوهات في الجلد بتاعه. دكتور إزاي نحمي نفسنا من المشاكل دي؟ يمكن حضرتك بتقول إنه الجفاف هو مش بس كمان شكل الجلد أو موضوع مش بس جماليا، لا هو ممكن يتسبب في أمراض جلدية أخرى. طيب إحنا إزاي نحمي نفسنا من الجفاف في فصل الشتاء؟ مهم جدا خصوصا في الاطفال التغذيه السليمه، الغذاء الصحي السليم ده بيبقى مهم جدا، الخضار، الفاكهه، البروتين، الحاجات دي كلها بتساعد على تكون طبقات الجلد الداخليه اللي بتخلي جلد الانسان يبقى قوي ويقاوم التغيرات الجويه اللي بتحصل. كمان مهم ان الامهات طبعا وهم بينزلوا اولادهم الصبح في المدرسه مع فتره البروده الشديده اللي بتحصل في اوقات اللي هي مبكرة في الصباح الساعة 6 الصبح والساعة 7 الصبح، هنا مهم جدا ان هم يخليهم يشربوا مية. شرب المية قبل نزول الطفل بيبقى بيساعد على تعديل حرارة جسم الإنسان كله، فبالتالي هو بيبقى نايم داخل في السير بتاعه، يصحى الصبح مستعجل عايز ينزل يروح المدرسة على طول، يبدأ يحصل تقصف في الشعر خصوصا للبنات الصغيرين، الشعر يبدأ يتقصف، يبدأ يتكون قشرة في الشعر، يبدا يحصل تشققات في الايدين، تشققات حوالين الفم، تبدا يحصل المشاكل بتاعتها. فبالتالي هنا شرب الميه ده وجبه الفطار من الحاجات المهمه جدا برضه. كمان زي ما احنا متعودين دايما في الصيف الامهات بيستخدموا الكريم الوقايه من الشمس للاطفال، برضه ترطيب الجلد بالكريمات المرطبه ده شيء مهم جدا. كان زمان طبعا عارفه طبعا استاذه هند، كانوا زمان الاهالي بيستخدموا زيت الزيتون لترطيب الجلد للاطفال عشان ما يحصلش تشققات. فطبعا استخدام الكريمات المرطبه ده شيء جميل جدا للطفل قبل ما ينزل للمدرسه، بيرطب الجلد بتاعه، بيساعد على انه ما يحصلش تشققات في الجلد. دكتور يمكن حضرتك بتقول الكريم مرطب، وكريم مرطب يمكن هو موضوع طويل جدا، ازاي اعرف الكريم المرطب الكويس او المناسب ليا كأم والكريم المرطب كمان للأطفال أو حديثي الولادة؟ أكيد في فروقات، إزاي أعرف المناسب لكل سن؟ طبعا هنا استشارة الطبيب بتبقى شيء مهم جدا، عشان استخدام الكريمات المرطبة زي ما حضرتك قلتي بالظبط تختلف من سن لسن ومن كمان من وقت لوقت تاني، وبالتالي الاستشارة الطبية دي بتبقى مهمة جدا. النقطة التانية إن لو اتكلمنا في العموم
ان الكريمات المرطبه لما الام بتستخدمها بتستخدمها على الجلد بتاعها بيكون جلد بالغ، جلد يقدر يستحمل المواد الكيميائيه اللي موجوده في الجلد، لكن الطفل خصوصا الاطفال الصغيره الجلد ممكن ما يتحملش ده، وبالتالي هنا ممكن تبقى استخدام حاجات بسيطه زي الفازلين الطبي للطفل دوت بتبقى مفيده اكتر ليه، او استخدام ممكن زيت الزيتون، ممكن استخدام كمان كريمات طبيه تحت اشراف طبي. هايل. يمكن حضرتك بتقول زيت الزيتون، هل في طرق طبيعيه يعني زي ما حضرتك عارف اكيد بنسمع على طول زيت الزيتون زيت جوز الهند، هل في طرق طبيعيه ممكن نستخدمها او نتبعها بدلا من الكريمات او المرطبات اللي فيها مواد كيميائيه؟ في الوقت الحالي طبعا معظم المواد الطبيعيه بتخش في التصنيع الدوائي عشان بتتعمل بتقنيات حديثه بتبقى طبعا مفيده جدا، ما بنفكرش نلجأ بقى للمواد الاصليه او الطبيعيه قوي، لان ساعات بتبقى طبعا ممكن استخدامها بطريقه مفرطه او طريقه بعدم دراسه الجرعات بتاعتها ممكن يعمل مشاكل، يعني ممكن لو في امهات استخدمت مثلا للشعر او للبشره او كده ده ممكن يعمل حبوب في الجلد لو استخدمته بطريقه كثيره انها بتسد المسائل، وبالتالي هنا الاشراف الطبي في نفس الوقت كمان استخدام الكريمات الحديثه تحت اشراف طبي بتدي جرعات مناسبه تساعد جدا على ان الجلد يفضل سليم. دكتور كمان في كومن كيس، في حاله عند ناس كتير جدا الا وهي انه سيدات بيستعملوا مرطبات وبيغيروا كل شويه نوع المرطب، وبرضه بتقول لك انا لسه عندي جفاف ومهما بستخدم كريمات جفاف الجلد او التشقق مش بيروح، ممكن في الحالات اللي زي دي تلجا لايه؟ طبعا بنساعد نستخدم بعض العلاجات الدوائيه لعلاج الاكزيما العصبيه او اكزيما تغيرات الجو او الحساسيه الموسميه، الكريمات دي بتبقى كريمات خاصه بعلاج الحساسيه طبعا بتستخدم تحت اشراف طبي، وكمان طبعا كمان تكمله لكلام حضرتك ان غير كمان التشققات اللي بتحصل في ساعات ناس بيبقى عندهم تاثر بالبروده قوي جدا فبيبدا يحصل نوع من انواع تغير لون الاظافر وتشقق الاظافر وان بتحصل تخصب في الاظافر بتاعتهم ده نتيجة برضو البرودة الشديدة، فهنا احنا بنستخدم بعض الوسائل العلاجية سواء فيتامينز بتتاخد في صورة أقراص أو شرب للأطفال الصغيرة عشان تقوي الأظافر بتاعتهم وتحميهم إن ما يحصلش تكسير في الظوافر بتاعت الجلد. دكتور في فيتامينز معينة تتاخد في فصل الشتاء عشان تحافظ على الجلد والشعر من عوامل فصل الشتاء أو البرودة وأثارها الجانبية على الجلد والشعر؟ معظم العناصر المهمة هي الفيتامينات اللي بيكون فيها فيتامين دال أو فيتامين أو الزنك، الحاجات دي بتبقى ضرورية جدا في فصل الشتاء ومفيدة كمان للجلد وللشعر. الزنك و الزنك وفيتامين دال وفيتامين سي من العناصر المهمة، بس طبعا مهم جدا لازم تتاخد تحت إشراف طبي عشان ما تحصلش منها أوفر دوز ممكن تضر الإنسان، لأن طبعا الفيتامينات والعناصر ديت لما تستخدم بطريقة سليمة بجرعات مناسبة تفيد، أو استخدمها بطريقة خطأ ممكن تضر الإنسان. كمان دكتور عايزين نتكلم عن طرق التقشير، يعني في ناس بتتعرض للجفاف جلدها بيكون ناشف شوية فبيلجأوا لطرق التقشير سواء كانت في التقشير المنزلي سواء كانت في الحمام المغربي، استخدام الأنواع دي من تقشير الجلد سواء في البيت أو في سبا في عيادة حضرتك شايف انه التقشير بيعالج الجفاف؟ بص احنا عندنا في طب جراحات التجميل بنعالج الجفاف الجلد لما بيبقى درجة الجفاف في الدرجة الثالثة باستخدام الليزر، الليزر ده من احدث الوسائل خصوصا فراكشنال ليزر طبعا بيستخدم تحت اشراف طبي وطبيب جراحة التجميل هو اللي بيجري عملية عملية جراحية طبعا هو تدخل طبي تحفظي بيتعمل بيه جلسة ليزر او جلستين ليزر عشان علاج التشققات وعلاج الجفاف اللي بيحصل للبشرة. كمان من ضمن الوسائل الحديثة جدا هي الصنفرة باستخدام الخلايا الجذعية، الخلايا الجذعية طبعا احنا عارفين ان هي بتقدر نستخدمها في مجال طب جراحات التجميل في حاجات كتيرة جدا سواء لعلاج قصور الشعر او لعلاج التشققات او الجفاف اللي بتحصل في الجلد او البشره، بتبقى تكون كمان يعني تقنيه حديثه بنستخدمها للامهات اثناء فتره الحمل او بعد الولاده بتفيدهم جدا جدا عشان القصور اللي حصل في الجلد او في الشعر بيتعالج بطريقه سليمه.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحات التجميل والحروق والوجه والفكين بطب عين شمس. لسه مكملين فقراتنا، استنونا. بيكم من جديد، وعاوزين نتكلم على موضوع جديد برضو النهاردة، وهو موضوع ألام الركبة. عموما ألام الركبة دي ما عادتش بتيجي في أعمار معينة، مثلا مع الشيخوخة، لا مع كبر السن، مع تقدم العمر بيحصل خشونة في الركبة، أو مثلا الشباب وهم بيجوا يصلوا بيلاقوا طقطقة في الركبة، أو بيبقى في ألام جامدة جدا وهم عمالين بيوطوا أو بيطلعوا أو بيلعبوا رياضة معينة، بقى بيقولوا احنا عندنا ايه اللي حصل ده، مثلا خشونة في الركبة، انا عندي لازم اغير مفصل، في حالات كلام كتير جدا بيقال في الموضوع ده. عايزين نتكلم فيه مع دكتور عمرو سعيد، مدرس واستشاري علاج الالم التداخلي بالاكاديمية الطبية، ودكتوراه علاج الالام العمود الفقري والمفاصل بدون جراحة، وعضو الجمعية الامريكية للطب التجديدي، وعضو المعهد العالمي لعلاج الالم، وعضو الجمعية الايطالية لطب تقويم العظام، وعضو الجمعية المصرية لعلاج الألم. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. دكتور أنا عايزة أتكلم معاك في الركبة عموما، وإيه الألام اللي ممكن تكون موجودة في الركبة بصرف النظر عن العمر؟ الألام الركبة دي من أكتر الحاجات اللي بشوفها في العيادة عندنا، وإحنا العيان جاي عنده مشكلة، عندي ألم في الركبة. وطبعا زي ما حضرتك ذكرتي كده، مش كل ألم في الركبة هو ألم خشونة، لا، الألم الركبة دي لازم عبارة عن عضلات، عبارة عن أربطة، عبارة عن عظام اللي هي عظمة الفيمر والتبية، وعبارة عن صابونة الركبة. صابونة الركبة اللي بتبقى برضو دي محاطة برباط مهم جدا اللي هو الباتيلو فيمورال، خارج من عضلة رئيسية اسمها عضلة الكوادريسبس. طب احنا ممكن اي ألم في الركبة يجي عيان يقول لي انا عندي ألم في الركبة، انا عندي خشونة في الركبة، عندي خشونة متقدمة والدكاترة قالوا لي تغيير مفصل الركبة. طيب لازم نشخص المريض ده. انا بستغرب مثلا ان يجي مريض يقول لي انا عندي من غير ما حتى يكون عامل اشعه عاديه. طبعا عشان اشخص المريض ده لازم افحصه كويس، افحصه بايدي كويس، اعرف مصدر الالم فين، هعرف ابص عليه بالسونار. السونار الحركي مهم جدا، السونار الحركي في قوته تقدر تقول كده زي الرنين المغناطيسي اللي ممكن نعمله. الرنين كمان السونار بيديني قوة أعلى من الرنين، لأن الرنين ده ممكن يكون حصل عيان عامله مثلا في فترة إصابة، ففي التهاب في ارتشاح فمش مبين كل الأنسجة. السونار بقى لا، بيوجد لي الحل ده. يعني أنا ممكن أشخص سونار حركي؟ سونار حركي. يعني السونار الحركي ده شكله عامل إزاي؟ سونار عادي خالص، إحنا يمكن على صفحتنا وعلى اليوتيوب عندي كمان هتلاقي حاجة فيديوهات بشرح فيها إزاي بنحط السونار، إزاي بفحص الركبة، ازاي بحط الـ اشوف الاربطه، اشوف الانسجه، اشوف لو في التهاب موجود، لو في بتعمل بيه عمليات كمان؟ بعمل بيه تداخل. جود. يعني التشخيص والتداخل. يعني ايه التداخل؟ اللي هو الحقن اللي ممكن، وده بيدينا نتائج اعلى في النتائج اعلى كنتائج علاجيه. يعني ممكن اعمل بيه التردد، ممكن اعمل بيه الحقن العادي خالص اللي هو الحقن اللي برضه بالمناسبه مش كل حقن برضه في الركبه يجي يقول لي ده انا عملت حقن بلازما اسمع كلام غريب جدا، لا، الدنيا اتحدثت. في دلوقتي احدث حاجه اللي هي تقنيه حقن النانو بارتيكل تزود لي فاعليه الادويه اللي انا بحطها، يعني تخلي نفاذيتها اعلى، استخدم منها جرعات اقل. في نانو البرولوثيرابي، يعني هستخدم مواد تحفيزيه علاجيه اللي هي الجلوكوزا المعادل، دي ابسط حاجه مع الاكسجين النشط. ممكن استخدم نانو العوامل النمو المستخلصه من المريض، ممكن استخدم هيالورونيك اسيد معاه نانو ذهب، وده من احدث الحاجات المضاده للالتهابات واللي بتعمل لي تجديد للمفصل. ده من اجمل الحاجات دلوقتي ممكن بشوفها وبنستخدمها عندنا في علاج الام الخشونه كمان،
المريض مثلا مش هيعرف يعمل جراحة او مش هيعرف يعمل عملية استبدال للمفصل، ممكن نعالجه باستخدام الهيالورونيك بنانو الذهب، من الحاجات الجميلة جدا دلوقتي. نانو اللي هو تارجتنج، يعني بيحط تارجتنج بالظبط كده، نحط النانو، تقنية النانو في العلاج او في الطب عامة ان انا هستخدم وسيلة علاجية او ممكن نانو بارتكلز منها، فحسن نفاذية الدواء بتاعي للمكان المصاب، اقلل استخدام راحة اكتر. طبعا اعتقد احنا معانا فيديو بيوضح ده صح؟ احنا معانا يمكن ده تقنية التردد الحراري اللي احنا ممكن نستخدمها في علاج خشونة الركبة المتقدمة. طيب نشوف ونرجع نكمل كلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا حالة تعاني من خشونة متقدمة بالركبة من درجة الرابعة، هنعمل ان شاء الله تعالى بإذن الله تردد حراري على الأعصاب المسببة للألم. توكلنا على الله. انا شايفه ان المريض ما بيتحركش، يعني هو دليل ما فيش الم، مع انك قلت لي انه ممكن يكون صحي. هو صحي والمتفاعل معانا، بنتم مخدر موضعي ممكن مهدئ، وبعدين نبتدي نشتغل تارجتنج على الاعصاب المسؤوله عن نقل اشاره الالم بتقنيه التردد الحراري. طبعا دي بنستخدمها في الحالات الالم المزمن وخشونه الركبه المتقدمه. ده غير التردد الخارجي؟ ده غير التردد الخارجي. بقى فيه ايه بقى التردد الخارجي ده؟ التردد الخارجي ده بجهاز احدث بستخدمه على الاعصاب برضو خارجيا، ودي بتتم في العياده تقريبا معايا في كل المرضى اللي بيعمل لهم الحقن الموضعي، لان ممكن مش كل مريض احنا بنحطه ليه تردد حراري بالتقنيه اللي احنا شفناها، لا ده ممكن استخدم وسيله علاجيه ابسط. احنا لازم اشخص المريض الاول، اشوف هو ممكن يكون عنده اصابه في اصابه في وتر، اصابه انزلاق غضروفي، قطع في الاربطه، قطع في الغضروف الداخلي، في الرباط الصليبي الامامي او الرباط الصليبي الخلفي. ممكن ما يكونش مش كل حاله من ديت عيان عمل مثلا منظار في الركبه والمنظار بعد المنظار عنده لازالت في الام، انا ممكن برضو لينا وسائل علاجيه سواء كان تجديديا او لعلاج الالم اعالج هذه الالام ما بعد جراحات المنظار وما بعد جراحات الركبه عامه. عيان عمل تغيير مفصل للركبه ولازال عنده ألام، ده برضو نقدر نعالج الألام بتاعته باستخدام التقنيات العلاجية دي. دكتور حضرتك ذكرت السونار الحركي في التشخيص، أنا عايز أعرف بقى بتشخص حضرتك كذا مرة تقول أنا لازم أشخص كويس الأول، أنا لازم أشخص كويس الأول، هتشخص عن طريق السونار الحركي وإيه كمان؟ أشخص أولاً بطلب أشعاعات من المريض، تحاليل مهمة جداً، فحوصات المريض إذا كان عنده أمراض مزمنة ولا لأ، أيوة. وزنه قد إيه، الأمراض اللي بيعاني منها سكر ضغط أو أي أمراض مزمنة، الأدوية اللي ماشي عليها، بعد كده أبتدي أفحصه بالسونار. أفحص السونار للمفصل الركبة ده مهم جدا جدا جدا، وبأكد عليها مفيش مريض يعني لازم يتبص عليه، مش مجرد MRI يعني، لا بس مش مجرد كل حد حتى لو معاه MRI المريض جاي لي بيه لازم أبص عليه بالسونار. لازم أنا معايا كل يعني أنا حتى معايا جهاز سونار صغير على حجم الإيد كده، الناس بتستغرب منه، بوصله على التاب لو انا مش معايا السونار الكبير، ببص بدوت واقدر افحص بيه. بالظبط، افحص بيه المريض واشوف مكان الالم فين، انا بشوفه فيجوال، شايف المكان الاصابه الالتهاب
القطع في الأربطة لو موجود، التآكل الغضاريف لو موجودة فأقدر أحدد بيها درجة الخشونة. يعني مثلا لو عيان جالي عامل أشعة عادية والأشعة دي بتقول أنا عندي في خشونة درجة رابعة، أبص عليه بالسونار ألاقي إن لسه في عنده الغضروف بتاعه موجود والدرجة موجودة. الصورة اللي معنا دي بتوضح إيه؟ دي ده أنواع القطع للغضروف. يعني برضو في كلمة شائعة عند الناس يقول أنا عندي قطع في الغضروف. الغضروف ده الغضروف الهلالي اللي هو جوه الركبة، كل واحد فيهم دي درجات القطع بتاعها. لينا في حاجات تعالج جراحيا باستخدام المنظار، وديت بروح محول المريض دوت لزميلي في الجراحة جراحة العظام يعمل له المنظار ويرجع لي تاني اعمل له تأهيل. دي برضو نقطة مهمة جدا، ان لازم الدخول المنظار، اللي احنا وجدنا برضو بالإفيدنس بيست ان لما عيان بيعمل منظار للركبة عنده مشكلة شاب صغير مثلا او حاجة ما عملش تأهيل علاجي عن طريق ان انا اعمل تجديد للجزء دوت بيجيله بعد 5 سنين درجات خشونة. فانا مهم احنا في بروتوكولات تعاون ما بيننا ما بين دكاترة الاستشاريين جراحة العظام المناظير بنعمل دوت. العين انا جاي لي عندي قطع كامل، لا هقول له روح اعمل منظار الاول بعد كده تعالى لي انا هعمل لك التأهيل. واحيانا كتير جدا يعني بيبعتوا لي المرضى نعمل ريجينيراتيف تجديد للغضروف للرباط قبل العملية بعد العملية دايما ما فيش حاجة قبل العملية. برضه في حالات اللي هي القطع الجزئي والقطع اللي هي حالات ما لهاش جراحة يعني هو مش هيستفيد منه في الجراحة، فبالتالي نقدر نعالجه احنا ونعالج الالام بتاعته تجديديا ريجينيراتيف ريبيراتيف واخد نتيجه علاجيه لعلاج الالم وعلاج المشكله. انواع الحقن ايه؟ انواع الحقن ليه سالتك السؤال ده؟ لان الناس كلها مقتنعه ان الحقن يعني حقن كورتيزون، فانا عايز اعرف انواع الحقن ايه؟ حقن الكورتيزون ده الحقن القديم البائت اللي كان لازم العيان يروح يعمله عشان يعمل له كوندروتوكسيك. بالمناسبه يعني ايه كوندروتوكسيك؟ هو بيأذي يعني بيدمر الغضروف زي قنبله رميتها عشان اسرع من التاكل. لا في بقى انواع حقن تانية، حقن الماده الجيلاتينيه، ودي بمناسبه انواع. يعني ايه ماده جيلاتينيه او السائل الزيتي او الهيالورونيك اسيد؟ كل دي اسماء لحقن الماده الجيلاتينيه. ماده جيلاتينيه دي ممكن تكون عاليه الكثافه يعني كثافتها اعلى، او ممكن تكون هي نفسها بتحفز افراز الماده العوامل الطبيعيه اللي جوه الجسم، او ممكن تكون هي نفسها بتتشكل مصنعة بتقنية النانو انها تتشكل جوه الركبة تخش على المكان المفقود وتعوضه. دي نقطة تانية طبعا هي ليها زمن، يعني كل حاجة فيها مثلا في حاجة بتقعد حوالي سنة، في حاجة 18 شهر، في حاجة بتقعد 24 شهر حسب التقنية المصنعة بيها وحسب التكنولوجي بتاعتها. ده اللي هي الهيالورونيك. حضرتك ذكرت حاجة مهمة جدا انا اخدت بالي منها، قلت مثلا ان حتى لما بيتعمل لما بيغيروا المفصل بيبقى ليك دور في الوقت ده. طبعا. بالتالي انا عايز اعرف يعني مش مساله مثلا انا هغير المفصل ده هتبقى النهايه، بالعكس ممكن تكون البدايه للعلاج التداخليه، صح؟ بالظبط. في احيان كتير بيبقى بعض المرضى بيحملوا عمليات تغيير المفصل ويبقى عنده الام، احنا لينا دور فيها بتقنيه التردد الحراري بتقنيه العلاج التجديديه اعالج هذه الالام ما بعد الجراحه. عشان العين ممكن العين اصلا يعني بيقول انا عملت العمليه ومش عارف اتحرك، حتى هو غير المفصل عنده ألم، لأن الألم مهم إن أنا أشيله وعالجه أعالج سببه. عنده مشكلة في العضلات، عنده مشكلة ألم مزمن، ذاكرة ألم موجودة في المفصل اللي اتغير دوت وهو ما راحتش لسه موجودة فمخليه العيان مش عارف يتحرك. اعذرني انا ما اعرفش حاجه عن المفصل نفسه وهو لما بيجي يتغير، ولكن نقطة. انا دلوقتي غيرت المفصل ولكن في ساينوفيال فلويد اللي هو لما بيعمل تغيير في التغيير هو شال كل الجزء ده وحط مكانه حاجه ثانيه صناعيه. انت بقى تحقن بقى فيها مكان الساينوفيال فلويد الاعصاب العضلات الاربطه ده دور السونار بقى. تمام. انا مش هحقن جوه الركبه، انا احقن جوه على حوالين السونار على الاماكن اللي فيها الالم، اشيل اشيل ذاكره الالم اللي موجوده في العيانين اللي عملوا عمليات تغيير مفصل، وتبدا تحقن حضرتك الاماكن دي تاني. انا كمان بكون بشخصه بالسونار فشايف مصدر الالم جاي منين، هو فيها مشكله في العضلات، مشكله في الاربطه، مشكله العصب نفسه، فاهماني؟ فكل ديت مشاكل احنا ممكن نعالجها. المركز بقى التاهيلي بيعمل ايه كمان؟ بنقيم بقى المريض تقويه العضلات، لو عنده مشكله في الوزن بنحطه على بروتوكولات علاجيه التغذيه العلاجيه. التاهيل والتقويم للعضلات والاربطه مهم جدا عشان المريض ده يستعيد حياته. الهدف ان انا اخلي المريض يرجع تاني يمارس حياته مره تانية. الطب التجديدي ده الحقيقه انا برفع له قبعه، لان انا نفسي في حاجات كتيره ما كنتش اعرفها، وفي ناس كتيره جدا ما تعرفش حاجه عن الطب التجديدي، فانا مبسوطه جدا حضرتك اتكلمت عنه باستفاضه، وانا عايزه حلقات كتيره جدا نبدا ان احنا نتكلم فيه بالتفصيل يقدر يفيدنا في ايه، بالذات في مرض صعب جدا هو مرض الالم
الألم ده في العمود الفقري، الألم في الركبة، في المفاصل عموما؟ الألم احنا اتعلمنا في الطب لما بيجي العيان يقول ابتدى يشتكي بيجي انا عندي ألم في المكان الفلاني، تخصص علاج الألم اوجد حل للمشاكل دي، عشان كده التخصص ده منفصل خالص، والحمد لله اصبحنا كتير دلوقتي بقينا موجودين على في مصر لله الحمد في الفترة الأخيرة. انا الحمد لله يعني ليا شرف انني كنت من اشتغلنا ومن سنين من اوائل الناس اللي حبيت ان انا احط او اصلا انا دخلت التخصص دوت بناء عن خبره شخصيه. انا كانت والدتي نفسها تعبانه عندها مشاكل في العمود الفقري، فانا كان نفسي اعالجها بدون ما احط لها نشرة، والحمد لله رب العالمين ده اللي خلاني اجتهدت ورحت وذاكرت وشفت وعرفت ان فيه الكلام ده. يمكن بكلم حضرتك مثلا ما كانش موجود من 20 سنه ما كانش موجود الكلام ده فعلا، دي فالحمد لله انا ان احنا ان ربنا هداني للطريق ده والتخصص دوت ان انا بعشقه وبعشق هذا التخصص. لا انت كمان انت متخيل الالم، انت بتساعد ناس ان هي يعني تشيل الالم عنها، الحمد لله دي حاجه رهيبه جدا وانا بشكرك جدا عليها. ربنا يجعلنا سبب دايما في شفاء علاج الالم، ربنا يعلمنا اسباب الشفاء. جميل جدا. جميل، انا بشكرك جدا دكتور عمرو سعيد مدرس واستشاري علاج الالم التداخلي بالاكاديميه الطبيه ودكتوراه علاج الالام العمود الفقري والمفاصل بدون جراحه، وعضو الجمعية الأمريكية للطب التجديدي، وعضو المعهد العالمي لعلاج الألم، وعضو الجمعية الإيطالية لطب تقويم العظام، وعضو الجمعية المصرية أيضا لعلاج الألم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وسعدنا بلقائك. أشكركم وابقوا معنا. في مركز بين كيور لعلاج الألم، لعلاج ألام العظام والمفاصل وألام العمود الفقري. كانت فكرتنا إن احنا ننشئ مركز يكون متكامل لعلاج ألام العمود الفقري وألام المفاصل وألام العظام المختلفة اللي ممكن يعاني منها ناس كتير معانا. نستخدم كل الطرق على علاج الطب التجديدي زي البرولو سيرابي والبرولوزون والأكسجين النشط والبلازما الغنية بالصفائح الدموية وعوامل النمو المستخلصة من البلازما والخلايا الجذعية، كل ديت عشان خاطر نوجدها في مكان واحد كان لازم يبقى عندنا معمل على أعلى مستوى لكل الأجهزة اللي توفر الفحص الأول إن هذا المريض يصلح ولا لا، زي أجهزة سحب سي بي سي، أجهزة التحليل، الميكروسكوب اللي ممكن نبص فيه نعمل بيه عد هذه الصفائح وهذه المكونات الدم اللي احنا هنقدر ناخد منها مستخلصنا اللي عايزين نشتغل بيه في تقنيه العلاج والطب التجديدي اللي احنا بنتميز بيها في الشرق الاوسط وبنتميز فيها في مركزنا، يعني تقريبا الوحيد في مصر الحمد لله ان احنا بنشتغل بهذه التقنيه. بين كيور هو مركز متكامل لعلاج ألام العظام والمفاصل وألام العمود الفقري باستخدام تقنيات علاج الطب التجديدي بدون جراحة. التشخيص والعلاج، التشخيص السليم هو الأساس، لأن تشخيص المريض بيعتمد بيأثر معانا رحلة العلاج المريض وبيوصلنا لنتائج أفضل للمريض، فإن شاء الله بناخد نتيجة بالتشخيص باستخدام تقنيات الحديثة أو استخدام الأدوات أو استخدام الأجهزة اللي وفرناها كلها في مركزنا عشان نقدر نعالج ونشخص المريض. بعد كده تيجي دور وحدة التداخلات المحدودة أو العمليات، برضو قدرنا إن احنا نحط في مركزنا وحدة عمليات متكاملة للتداخلات المحدودة، نقدر نعمل فيها مناظير المفاصل، نقدر نعمل فيها التداخل المحدود من التداخلات زي التردد الحراري، حقن المفاصل، كل ده بيتم. وإحنا الحمد لله يمكن أول مركز في مصر يحصل على الترخيص من وزارة الصحة المصرية والنقابة، فلترخيص غرفة عمليات متكاملة، وأول مركز متخصص لعلاج العظام والمفاصل وألام العمود الفقري بدون جراحة.
عمليات السمنة المفرطة لإنقاص الوزن زي التكميم وتحويل المسار انتشرت بشكل كبير جدا، وبعض المرضى اللي بيكون عندهم مشاكل زي المرارة، فتق الحجاب، فتق جدار البطن، هل يمكن إصلاح المشاكل دي في نفس وقت اللي بنعمل فيه عملية السمنة ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا أستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة عين شمس، ومدير وحدة السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وزميل كلية الجراحين الأمريكية، وحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، منورنا يا دكتور. شكرا، أهلا بك دكتور. مشكلة كبيرة بتقابل ناس كتير إن هم بيكون عندهم أي نوع من أنواع أمراض الجهاز الهضمي وفي نفس الوقت يعملوا عملية السمنة، هل في أوبشن إنه أنا وأنا بعمل عملية سمنة إن أنا أعمل عملية معها زي المرارة أو فتق الحجاب الحاجز أو أيا كان؟ في البداية اسمحي لي إن أنا أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا إجراء جراحات السمنة المفرطة هي تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة في البطن، يعني عملية التكميم أو عملية تحويل المسار هي الأصل فيها إن احنا بنجري التكميم والتحويل المسار أو تحويل المسار الاثنى عشر، التكميم مع التحويل الأساسي، تحويل المسار الاثنى عشر. كل العمليات دي طبعا يتم إجراءها بالمنظار. طيب هو السؤال طبعا المشهور دايما بيبقى في عقول الناس إنه هل أشيل المرارة بقى مع كل عمليات السمنة ولا لا؟ طبعا يعني ما فيش حاجة تقول كده، يعني ما فيش حاجة تقول طبيا كده أو بحثيا كده أو علميا كده. فإحنا دلوقتي لو عندنا حصوات في المرارة ما قبل إجراء العملية ده السؤال، يعني أنا لو عندي حصوة في المرارة أو حصوات في المرارة أشيلها بقى مع العمليات دي ولا مش أشيلهاش، وقال ده صح ولا مش صح؟ يعني الحقيقه طبعا احنا في عمليات طبعا من الاصل فيها ان احنا نشيلها، يعني لو في حصوات في المراره، الحصوات المراره دي ما بتتعالجش غير بالجراحه. يعني انا دلوقتي لو عندي حصوات في المراره ما بديش علاج يدوب الحصوه فينزلها، او بدي او ادخل مثلا منظار في المراره واقوم واخد الحصوه وطالع بيها، مش زي الكلى. احنا لازم نفصل ما بين حصوات المراره وحصوات الكلى. حصوات المراره هي حصوات لابد من استئصال المراره كلها، لكن الكلى مختلفة، ده تخصص تاني خالص. في مناظير بقى بتدخل بتشيل الحصوات، وطبعا اكيد مش هيشيلوا الكلى لكل حصوة يعني، لكن احنا عندنا في المرارة كجراحة عامة او احنا في الجراحات بتاعتنا، المرارة اللي فيها حصوات لابد من استئصالها. مفيش طريقة ان احنا ناخد بيها الحصوة ونشيلها، يعني اقصد ايا كان حجم الحصوات. طبعا طبعا الحصوة اللي اتكونت في المرارة لا يمكن علاجها بالعلاجات، خلاص احنا الحصوة اتكونت. طب ايه مشاكل بقى الحصوات؟ انا لو سبت الحصوات دي في المرارة، الحصوات مشاكل كتيرة، يعني لو طلعت الحصوة وخصوصا الحصوات الصغيرة في قناة الـ يعني الـ او الوصلة ما بين المرارة والقناة المرارية اللي هي القناة الصغيرة دي اللي اسمها السيستيك داكت، بتقفل على المرارة وكأنك عملتي انسداد في المرارة نفسها، بتعمل بقى التهابات في المرارة قد تكون حادة وقد تكون، وممكن المرارة نفسها تتخرم تفضل العصارة بتاعتها في البطن وتعمل التهابات بريتونية والتهابات، وممكن يحصل فيها هي نفسها غرغرينة. ده هي دي بعض الحاجات. وطبعا المغص المراري المستمر، يعني أنا عندي مرارة عندي فرصة للإصابة بالأعراض اللي هي بتجي يا إما في الجنب اليمين عبارة عن مغص مراري بيجي قرصة في البطن كده، وساعات بيجي في ألمها في فم المعدة. اتحركت الحصوة وراحت القناة المرارية نفسها، القناة المرارية الرئيسية تعمل صفرة انسدادية، يعني تعمل صفرة انسداد معنا ان العصاره الصفراويه اللي نازله من الكبد ما بتعرفش تتصرف، فبتقف في مكانها، فبالتالي بتضرب في الكبد بقى فوق وتضرب في الدم تعمل صفره انسداديه. النمره اللي بعد كده انه الحصوه اتحركت اكتر ممكن تسد قناه البنكرياس، يعني قناه البنكرياس تعمل التهاب بقى في التهاب في البنكرياس شديد الخطوره ومشاكلها كتير الحقيقه، وقد تطول بيها الامد ان هي تفتح تعمل زي نصور ما بينها وبين الاثنى عشر او بينها، وتلاقي الحصوه خلاص بقى في نصور وتلاقي الحصوة ابتدت تخرج من المرارة إلى الأمعاء تعمل انسداد معوي في بعض الحالات. احنا مش بنخوف الناس، لكن وقد تعيش بحصوة كبيرة مدى حياتك وحصلكش حاجة يعني، بس انت قاعد على قنبلة موقوتة يعني. يبقى إذن الحصوات المرارة اللي هي الموجودة لابد من علاجها. أنا بقى داخل أنا مريض سمنة مفرطة، أنا رايح أعمل عملية تكميم أو رايح أعمل عملية تحويل مسار المعدة، الحقيقة يفضل طبعا مع التكميم ان احنا نشيل المراره، هي نفس الفتحات اللي احنا بنعمل بيها عمليه التكميم
هي نفسها اللي بنعمل بيها عمليه المرارة. فبعض الاوزان الاكبر يعني طبعا واحد وزنه 180 كيلو 200 كيلو او اكتر او 300 كيلو ربما تحتاج لتغيير الاتجاه بتاع المنظار، لكن هي بتبقى يعني فتحات زياده بسيطه جدا ان احنا نضيفها وقت بنج صغير جدا. يعني دي فتحات المنظار اللي احنا بنشتغل بيها، يمكن اجراء بيها التكميم، ممكن اجراء بيها برضو عمليه تحويل المسار واستئصال المراره في نفس الوقت. الاكتر من كده بقى ان احنا دلوقتي لو انا عملت عندي حصوه او حصوات في المراره وداخل اعمل عمليه تحويل المسار، شيل المراره ارجوك شيلها مع العمليه، لانه لا قدر الله حصل يعني دي تحويل مسار، احنا حولنا اللي قدامنا على الشاشه دي تحويل مسار، احنا حولنا المسار خلاص. انا دلوقتي لو عندي حصوه اتحولت او اتحركت من المراره الى القنوات المراريه مش هعرف اعالجها تاني الا بصعوبه بالغه ان انا ادخل المنظار من البق عشان اجيب حصوه من القنوات المراريه، مش هعرف اعمل ده لان المسار اتغير خلاص. يعني انا مريض دلوقتي داخل اعمل تحويل مسار وعندي حصوات في المراره، شيلها مع المرار مع عمليه التحويل، لان انت لو حصل لك منها مشاكل فعلا هيبقى في صعوبه لان المسار اتغير خلاص، المسار اتغير مش هعرف ادخل بقى. عشان ادخل اجيب حصوه من القناه المراريه بعد عمليه تحويل المسار فيها شويه صعوبه، انا لازم ادخل بالمنظار بتاعي وهم دخل المنظار بتاع الاندوسكوب من طريق بورتو من عندنا، يعني جراحات كومبايند وجراحات متقدمه جدا، او استخدم بقى كولودوكسكوب، ففيها يعني صعوبه في ان احنا نصلحها فيما بعد. السؤال اللي بعده هو انا طيب انا ما عنديش حصوه في المراره، هل يمكن ان انت تشيل المراره مع عمليه التكميم؟ ما بنشيلهاش لان ما فيش عرف طبي ينصح بده. السؤال اللي بعده، طب انا عملت عمليه التكميم او تحويل المسار، هل انا عندي فرصه للاصابه بالمراره؟ في فرصه للاصابه بالمراره اكتر مع عمليه تحويل المسار من الانسان الطبيعي، اكتر بالتقريب 5 أضعاف الطبيعي. طب دي حاجه يمكن منعها، جربنا ادويه كتيره جدا ان احنا نمنع ده والنتائج برضو مش افضل حال، فاللي هيجيله مراره يعني ليه حتى لو سليمه، بما ان حضرتك بتقول ان هي بتصاب في اغلب الناس، ليه ما نشيلهاش كاجراء احترازي؟ كان في بعض العمليات زمان اسمها الاسكوبنارو وما زالت بتتعمل بره، كانوا بيشيلوها وقائيا بدون ما يكون فيها حصوات، خوفا من ان هي يبقى فيها تكون الحصوات فيما بعد. ولقينا انه الابحاث اللي هي معموله غير كافيه ان احنا تقول لنا شيلوا المراره السليمه الطبيعيه، لان مش كل الناس هيحصل لها اصابه بالحصوات بتاعه المراره، وبالتالي ما فيش عرف طبي بناء على الابحاث اللي احنا عملناها كلها يقول لنا شيلوا المراره، بالرغم ان هي عرضه للاصابه بعد تكميم المعده وبعد تحويل المسار فيما بعد. امنع ده ما بتقدرش تمنعه حتى بشويه ادويه، لكن مش كل الناس برضو عشان ما نسودش صوره، مش كل الناس هيحصل لها اصابه بحصوات المراره بعد عمليات السمنه، ده كلام كله لسه تجريبي، يعني ده يعني قصدي لسه تحت الابحاث، ولا يمكن الجزم بيه ان احنا عندنا اي نصايح طبيه تقول شيل المراره السليمه مع عمليه التكميم. هي كومن كيس خلينا نقول بالظبط يعني كده، لكن احنا بنشوف بقى دلوقتي اللي احنا بنقدر نعمله دلوقتي طبيا ان احنا لو عندنا حصوه في المراره شيل المراره مع عمليه التكميم، شيل المراره مع عمليه تحويل المسار. وده ما بيحطش يعني المريض ممكن يقول لك لا ده انا كده هبقى عملت عمليتين وهبقى تعبت، اعتقد انه ده بيبقى اهدى على المريض ان هو يعمل الاثنين مع بعض بدل ما يدخل العمليات مرتين. طبعا ده كلام مظبوط جدا وكلام لوجيك جدا، لان هو نفس البنج نفس وقت العمليه بتقريبا 15 دقائق زياده، نفس فتحات المنظار. انت لو عندك حصوه وعملت عمليه التكميم وطبعا ممكن تنام في البنج تاني عشان تشيل المراره، وفتحات بقى منظار مختلفة، يعني هتلاقي هتعمل فتحات بقى البطن كلها بقت فتحات منظار مختلفة، لكن هو الطبيعي دلوقتي انا عندي حصوة في المرارة شيلها مع عملية التكميم او تحويل المسار افضل تفاديا للمشاكل المستقبلية. في بعض الناس طبعا ربما يكون هو يعني وزنه متقدم جدا فوق ال 300 كيلو او اكتر، اعملها مرحلة تانية او شيل المرارة مرحلة تانية. انا واحد في وزنه فوق ال 300-350 كيلو وعنده وكان جاله التهابات في المراره حديثه وجه داخل يعمل عمليه تكميم معده او عمليه تحويل مسار، يا اما تشيلها او تاجلها فيما بعد. لكن في الاوزان اللي هي تحت 200-220-250 يمكن اجراءها، وبعض الحالات الثانيه يعني ربما يكون المراره بتاعته سهله، انت داخل عمليه تحويل مسار فعيان فوق ال 300 كيلو او اكتر والمراره ما كانش فيها التهابات سابقه متكرره وما فيش التصاقات، شيلها. يعني قصدي هي ترجع لتقييم الجراح، لكن في العرف انا شايف انصح كل الجراحين اللي هم يمكن مهتمين بجراحات السمنه وخصوصا الناس المبتدئه، اعمل شيل المراره مع عمليه التكميم، شيل المراره مع عمليه تحويل المسار، لكن المراره الطبيعيه احنا ما بنشيلهاش. من ضمن مشاكل الجهاز الهضمي والشائعه جدا جدا ارتجاع المريء، هل ممكن يتم علاج ارتجاع المريء في عمليات السمنه؟
طبعا طبعا، واحنا طبعا ده شغلنا كجهاز هضمي، يعني انه الارتجاع لابد من تقييمه كويس قوي 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 قبل عمليه السمنه، لان احنا حياتنا اصلا في السمنه هي تدور حولين الارتجاع وحولين فتق الحجاب الحاجز، وهي يعني هي معركتنا كلها مع الارتجاع. عايز افرق ما بين حاجتين، واحد عنده ارتجاع وزنه سليم انت ليك طريقه في العلاج ثانيه، احنا بنقيمك وبنعمل لك منظار وبنعمل قياس حركه مريء وقياس نسبه الحموضه في المريء، ويبقى في عمليات مختلفه شويه عن جراحات السمنه زي عمليات اسمها النيسن، ان احنا بننزل المريء في البطن يعني مره ثانيه وبنضيق العضله وبناخد جزء من المعده نلفه حوالين المريء مره ثانيه بحيث نعمل له نقوي الصمام بتاع المريء. ده كاتيجوري او جروب رقم واحد، او الناس اللي هم ما عندهمش سمنه وعندهم ارتجاع. قيم نفسك مظبوط، احنا بنقيمك بنعمل لك منظار بنقيس كل حاجه وبنعمل لك عمليات بقى تتناسب ان انت ما عندكش وزن زايد. طيب السؤال اللي بعده، ايه المجموعه الثانيه؟ انا واحد دلوقتي عندي وزن زايد وهعمل عمليه تكميم او اعمل عمليه تحويل مسار، اعمل ايه؟ عندي ارتجاع شديد، اعمل ايه العمليه المناسبه بالنسبه لي؟ طبعا لابد من تقييم ده كويس جدا، لان بعض الناس بتستسهل الامور وبتقوم رايحه عامل عمليه التكميم او عامل عمليه تحويل مسار وهو ما يعرفش حاجه خالص عن منطقه الصمام بتاعه المريء، والعيان بيشتكي من حموضه مستمره. تقوم لو انت عملت تكميم معده في واحد عنده ارتجاع، التكميم ده هيزود الارتجاع بنسبه اكتر من 100 ضعف فعلا. يعني هتلاقي طبعا يعني حموضه شديده قد تتقدم الى درجات متقدمه وقد تحدث اورام في المستقبل، لان انت عندك ارتجاع شديد في المريء وانت عملت له عمليه بتزود ضغط المعده في من المعده الطبيعيه الى المعده بتاعه التكميم، زود ضغط المعده الزايد وبالتالي هتلاقي الحموضه راجعه. فلابد من تقييم الارتجاع بعنايه شديده ما قبل اجراء عمليه التكميم او تحويل مسار. اعمل منظار على الاقل ما قبل عمليه التكميم او التحويل بحيث ان انت تبقى عارف انت عندك ارتجاع، عندك فتح حجاب حاجز، عضله مريء واسعه. هناك بعض العمليات اللي ما ينفعش، في حالات في المريء ارتجاع درجه رابعه، عند بارت اوسوفيجس، عند فتح في الحجاب الحاجز كبير، ما تعملش عمليه تكميم، اعمل عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي فقط، ده حل اوحد. يعني اختيار عمليه السمنه مش بس مرتبط بوزن المريض، لا طبعا، هو كمان بحال الجهاز الهضمي طبعا. يعني الارتجاع ده عامل مهم جدا 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 ما بعد قبل ما نعمل عمليه التكميم او تحويل المسار. عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي من العمليات اللي هي بتعالج الارتجاع الشديد او فتح الحجاب الحاجز الكبير، وقد تكون هي الحل الاوحد. يعني انا عندي اي وزن كبير، يعني هو عنده سمنه مفرطه ومقدم على اجراء جراحه ريجاردليس بقى او بغض النظر عن ان انا سني ايه ووضع ايه، عند ارتجاع شديد في المريء فاتح حجاب حاجز كبير، اعمل عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي بس. الاسم ده يعني تفصيلته بقى يعني بتبقى في العيادات، او يعني احنا بنعمل عمليه تحويل مسار كلاسيكي بمعده صغيره بتقلل الحموضه الجامده، بنعزل جزء من المعده تقلل الحمض جامد، نمره 2 بتضيق عضله المريء، وبنعمل عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي وهي الحل الاوحد لذلك. طبعا نقطه برضو عشان الناس المقدمه ربما هي اللي خدت قرار وهتعمل، واحد عنده ارتجاع شديد وكان الاختيار ان انا اعمل عمليه تحويل مسار المعده المصغر بدون ما اعمل منظار، الحياه تحول الى لعنه من الترجيع ولعنه من الارتجاع المراري مع الحمضي. انت عندك صمام اصلا ما بيقفلش، يعني الصمام بتاعك ما بيقفلش على الحمض العادي، اعمل بقى عمليه تؤدي للارتجاع الثاني؟ لا. يبقى اذا هندسه التحضير او يعني خبره التحضير مهمه جدا في اختيار نوع العمليه. عيان الارتجاع، لان انا ليه باكد على الكلمه دي 100 مره؟ لان الارتجاع ده حاجه مزعجه جدا جدا جدا، حاجه قد تؤدي الى سرطانات في المريء في المستقبل، حاجه لابد من علاجها. عدم الخبره في بعض الناس المبتدئه او في المراكز الطبيه الغير متخصصه اللي بتجري اجراء جراحات السمنه، هو بيوجه العيان لعمليه واحده بس هو بيعرف يعملها، او عدم العلم باجراء عمليات اللي هي قد تكون متقدمه شويه زي عمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي، بيخلي معظم الناس اللي عندها ارتجاع شديد في المريء ما بتاخدش فرصتها ان هي تتعالج بصوره مظبوطه، وبالتالي العيان بيخلص من لعنه السمنه الى لعنه الترجيع الى لعنه الحموضه المستمره مدى الحياه، لانه ما خدش الاختيار الطبي الجراحي المظبوط اللي هو موافق للسمنه والارتجاع اللي هو في المريء.
احنا محتاجين نعمل حلقه كامله عن ارتجاع المريء لانه في معلومات كتير جدا ناقصه عن الناس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ دكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه طب عين شمس ومدير وحده السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وزميل كليه الجراحين الامريكيه وحاصل على اعلى تصنيف دولي جوده دولي في جراحات السمنه SIC. كان الموضوع كله ان انا وزني كان 185 كيلو، اشتريت حياتي اللي انا فيها دلوقتي، انا دلوقتي 75 كيلو، ما فكرتش ان انا العب كوره، لا انا ممكن دلوقتي لو عايز انزل العب بلعب، بقيت عايش حياتي. انا اسمي احمد فتحي، 28 سنه، عامل العمليه 29/7 من سنه ونص 2021. كان الموضوع كله ان انا وزني كان 185 كيلو، حاولت كتير في الطرق بتاعت الرجيم العادية وما نفعتش معايا، كانت بتنفع وبعدين حاجة مؤقتة واللي أنا بنزله برجع خمس أضعافه عادي، لحد ما ظهر قدامي كذا حالة تكميم، منهم حالة كان زميل ليا عمل العملية مع دكتور كريم، كان وزنه فوق ال 200 وحاجة كيلو، فهو اللي شجعني الصراحة. جيت عجلة الكشف يوم خميس مع دكتور كريم قبل عمليتي بثلاث أسابيع، جهزت كل حاجة التحليل والأشعة ودخلت العملية. حياتي قبل العملية بني آدم 185 كيلو ماشي، ما كانش في حياة، يعني كل حاجة بايظة بالنسبة لي، شغلي ما كنتش بقدر أعمله من 100%، حياتي كلها كانت ملخبطة، حياتي كانت طبعا إن أنا باكل صبح ليل، طول الوقت كان بالنسبة لي أكل، طول الوقت كان بالنسبة لي تعب، مفيش حاجه اسمها ان انا ممكن انزل اتمشى شويه. خروجاتي عباره ان انا قاعد في مكان، بتنقل من البيت اقعد في مكان، اتنقل المكان اللي فيه ارجع البيت، فالموضوع كان ما كانش فيه حياه بالنسبه لي. بعد عمليه التكميم قعدت لفتره الاعداد دي ممكن تبقى اكتر فتره كانت مريحه بالنسبه لي، بعد اول اسبوعين في المتابعه لقيت نفسي نازل 11 كيلو، كانت يعني دي اول مفاجاه واول حاجه كده تبسطني. ناس كتير قعدت تقول لي لا على العمليه وهتتعب وهتعمل والسايد افكتس بتاعت العمليه وكل حاجه، بس بالعكس انا اشتريت نفسي بالعمليه دي، اشتريت حياتي اللي انا فيها دلوقتي. انا دلوقتي 75 كيلو، شايف ان انا بعمل كل حاجه انا عايزها، ما فكرتش ان انا العب كوره، لا انا ممكن دلوقتي لو عايز انزل العب بلعب، بقيت عايش حياتي، بقيت حياه تانيه كده كويسه، وعندي ثقه في نفسي 1000000%. موضوع السمنه ده كان اكتر حاجه عامله لي مشكله، ان انا الثقه موجوده بس انت ثقتك مسدوده بنفسك ان انت ممكن اي حاجه تعملها. انا مش هاخد الريسك ده او مش هدخل الموضوع ده عشان انا هترفض عشان تخين. انت حاطط اول حاجه في حياتك تبقى التخن، انا هترفض عشان تخين، هترفض عشان تخين، الحاجه دي مش هتحصل عشان انا تخين، مش هدخل الوظيفه ده عشان انا تخين. لا انا دلوقتي كل ثقه بقدم في الشغل اللي انا عايزه، بتنقل من مكان للتاني بكل سهوله. تقريبا ما كنتش عارف يعني ايه ان انا امشي دي، بس حاجه دلوقتي بالنسبه لي المشي، بنزل اتمشى محافظ على صحتي الحمد لله وزي الفل.